آيتان لهما مفعول السحر في الصلح بين أي متقاسمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إزايكم يا جماعة، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. أسعد دائما بالتواصل معكم. كتير مننا بتقع مشاحنات بيننا وبين أصدقائنا، بيني وبين زوجتي، بيني وبين أخويا، بيني وبين حد غالي عليا وعزيز. معانا النهاردة آيتين بيعالجوا هذا الموضوع. مش بس كده، في بعض الإخوات من المتابعين بيطلبوا دايما إن عندهم أزواج عصاة بيداوموا مثلا على شرب الخمور أو شرب المخدرات، وفي حالة بعد تام عن المنزل وبعد تام عن الطاعات. العلاج اللي هنتكلم عنه النهاردة أو الآيتين هما علاج قطعي وسريع، ونتائجهم من أول يوم إن شاء الله. يعني انت ترى النتائج من اول يوم باذن الله في الصلح ما بين المتخاصمين وفي هداة الاشخاص العصاء اللي بيفعلوا الكبائر او بيداوموا على فعل الكبائر، الاشخاص الذين لديهم رفقاء سوء او الازواج العصاة. واول آية هي بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على شوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. الآية بقرأها بعد كل صلاة 7 مرات أو 11 مرة وأمسح بها على وجهي، لها أثر عظيم جدا في التسليط والسحر والنحس. لو أنا حابب أعملها للصلح بين المتخاصمين بقرأها 70 مرة على مياه، وخلي أفراد المنزل المتخاصمين يشربوا من هذه المياه. الناس اللي عندهم عدم توافق في تكوين الصداقات والعلاقات الاجتماعية ودايما بيخسر أصدقائه، أو الناس اللي دايما عندهم فشل في العلاقات الاجتماعية أو ضعف في القبول. والآية الثانية هي بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم. صدق الله العظيم. بين الآيتين نزلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما نزلوا الآيتين دول على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزل علي آيتان هما أحب إلي من الدنيا جميعا. ونزلوا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الحديبية. والطريقة هي تقرأ هاتان الآيتان على مياه صالحة للشرب 21 مرة، ثم تصلي على النبي بالصيغة الإبراهيمية 3 مرات، ثم تكرر اسم الله تعالى الجامع 21 مرة، ثم تختم بهذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العظيم. تردد هذه الآية 7 مرات، وبكده تكون الفايدة خلصت. وأتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، وأسأل الله أن يوفق كل من رأى هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في خير.